حكم درجة أولى بنزويل الحكم الدولي السابق مقيم الحكام في هذا اللقاء. قائمة طبعا النصر والطائي وعندنا كرة أولى نصراوية عرضية خطيرة أمام المرمى تبعد وتمر إلى تشكيلة النصر. حارس المرمى الأرجنتيني روسي. هنا كرة نصراوية خطيرة وفرصة ضاعت. الكرة الأولى على جهة اليمنى للغنام. تمريرة جميلة وكنترول وتاليسكا يلعب العرضية وكريستيانو براغا في المكان المناسب في المكان المناسب. البرازيلي قرع حدثت لكن صعبة من دون شك لأن الأمور بيد الاتحاد. وهنا كرة على جهة اليسرى انطلاقة لغريب محاولة لغريب وغريب عرضية وكرة خطيرة وبراغا يتدخل. طلب حرزين على اليسار حرزين يمرر تمريرة جميلة وحرزين عرضية وخطيرة أمامية وخطيرة وكريستيانو وكرة لبراغا. براغا يبعد كرة الدون والكرة إلى ضربة زاوية جميلة وحلوة ومحاولة وبراغا يتألق. شوف بالقدم اليسرى كريستيانو وبراغا يبعد الكرة براغا يتألق في إبعاد الكرة إلى ضربة زاوية للنصر وانطلاقة سريعة وكرة خطيرة وفرصة وراسية غريب إلى خارج أرضية الملعب إلى قطعت قبل أن تصل وعادت لمبنزا بالبنية الجسمانية. بنزا يمر السعيود خطيرة وفرصة للطائي. يا سلام يا سلام وكرة لبرشلونة وسعيود يحاول فرصة وصلت الكرة من جديد نصراوية لكريستيانو. خطأ لكريستيانو. كريستيانو أمام فرصة للنصر من الثابتة. براغا يعطي تعليماته. براغا يضبط حائط الصد وكريستيانو يتقدم والتصويبة صدمت في الحائط مساندة جماهير الطائي اليوم حضور كبير كبير كبير. وهنا كرة أمامية نصراوية وعرضية. يا سلام يا سلام وعرضية وكرة وخطيرة أمام المرمى. خطيرة خطيرة. تاليسكا حصل على الكرة. بنزا على اليمين يتقدم بنزا خطيرة للطائي وكرة لموسونا وموسونا التصويبة اصطدمت وعادت ضغط نصراوي. ندخل في الدقيقة 42 وكرة لسلاهم على اليسار فرصة وتمريرة وخطف الكرة موسونا يتقدم إلى بين حكم المباراة. هنا اللقطة أن يكون فيها ضربة جزاء قرار عند الخربوش والحكم يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ضربة جزاء نصراوية. نعم لقب الدون أمام ضربة جزاء نصراوية وكريستيانو يريد أن يتقدم للنصر من دون شك. يتقدم الآن كريستيانو